سماها العرب بالموصل لكونها ملتقى عدة طرق وتربط الشرق بالغرب. تعرف مدينة الموصل بمساجدها المشهورة وكنائسها المعروفة مثل جامع النور وكنيسة الساعة. كما تعرف المدينة بتقديم أطباق شهية مثل الدولمة والعروق والكبة والقلية. كما يعرف أهل الموصل بكرمهم وطيبتهم ولهجتهم، وهي واحدة من بين اللهجات العربية المميزة التي جاءت خليطاً أصيلاً من لهجات القبائل العربية التي سكنت الموصل منذ الهجرات الأولى إليها واستمرت إلى ما بعد الفتح العربي، وهي لهجة سماعية لا قواعد لها. سميت لهجة القاف لاحتفاظها بحرف القاف ألقه قافاً عربية فصيحة وأهملته سائر اللهجات الأخرى، وظاهرة الرطلة واضحة فيها حيث يتم قلب حرف الراء إلى غين، فبدلاً من الأرض نقول أغض ومن القمر نقول قمر. وبهذا تكون اللهجة الموصلية من أقرب اللهجات للغة العربية الفصحى. وأنتم إيش تعرفون عن لهجتنا؟